الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها السلطات، من هي التي أنجبتكم؟ من هي التي ربتكم؟ من هي التي كافحت من أجلكم؟ نعم، إنها المرأة. المرأة هي التي أنجبت، هي التي ربت، هي التي كافحت. المرأة ترفع يداها إلى خالقها الإلهي وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول: يا رباه، لا تهبني ابنا ينمو في أحشائي ويكون